مرحبا بكم أعزائي المتابعين في درس جديد من دروس تعلم اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي. درسنا اليوم هو الدرس الأول لنشاط الفصل الثاني، أي Listen and write the numbers، استمع واكتب الأرقام and names next to، واكتب بجانبها what things are made of، مما مصنوعة هذه الأشياء. لن أستطيع حل هذا الجزء من التمرين لأنه يعتمد على المقاطع الصوتية، وكون هذه الصورة غير واضحة تماما فلن أجازف بأن تكون هنالك أخطاء، لكن الواضح فقط هو النقطة 10 المفتاح key metal معدني، النقطة 13 ball الكرة rubber مطاطي، النقطة 12 الحقيبة bag leather جلدية، النقطة 7 7 windows glass النوافذ من الزجاج، 5 duck rubber البطة مطاط، 6 towels المناشف cotton قطنية، والباقي غير واضح تماما. فالسلم ladder ممكن أن يكون خشبي وممكن أن يكون معدني تبعا للصوت. B choose 4 words from activities A and write a description. Example مثال: They are colorful cotton towels. إنها مناشف قطنية ملونة. Number 1. It's a metal key. إنه مفتاح معدني. Number 2. It's a rubber ball. إنها كرة مطاطية. Number 3. It's a leather bag. إنها حقيبة جلدية. Number 4. It's a rubber duck. إنها بطة مطاطية. هنا نجد قاعدة بسيطة وهي ترتيب الصفات في الجملة. هذا الترتيب مهم جدا لكي نعرف كيف نصف الأشياء. فهنا في البداية نضع verbs there is أو there are أو is مع ing للفعل، ثم نضع اللون مثلا black أسود blue أزرق، ثم نضع adjectives for made of، ثم نضع مما مصنوعة من leather الجلد glass الزجاج denim نسيج وهكذا، وآخر شيء نضع اسم الشيء. قد تكون هذه القاعدة صعبة في بعض الأحيان لكن التمرين عليها سيجعلها سهلة. وهنا نجد أن القاعدة مكتوبة بالخطوات، أولا نضع A أو an، ثم نضع الحجم size، ثم نضع اللون، ثم نضع مما مصنوع من، ومن بعدها نضع الشيء الذي نتحدث عنه. لنطبق هذه القاعدة على أمثلة لكي يكون فهمها أسهل. هنا C Color the things in the room. لون الأشياء بالغرفة. Use the words in the boxes. استخدم الكلمات. Write about your picture. اكتب عن صورتك. أنا هنا قمت بتلوين فقط الجمل التي كتبتها، ولكن أنتم في كتاب النشاط ستلونون الصورة كلها. الآن سنبدأ بوصف الأشياء ونتبع هذه القاعدة: الحجم، ثم اللون، ثم مما مصنوع، ثم الشيء. لنطبق هذه القاعدة. In the room there is، في الغرفة هنالك، a small، أولا وضعنا الحجم، red ثم اللون، rubber المادة المصنوعة منها، ball ثم اسم الشيء. A small red rubber ball. يوجد في الغرفة كرة مطاطية حمراء صغيرة. لنرى معنا المثال الآخر. There is هنالك a small الحجم، من بعدها اللون green، من بعدها نوع المادة metal معدنية، ومن ثم المادة أو الاسم للشيء الذي نتحدث عنه clock. فتكون الجملة There is small green metal clock. هنالك ساعة خضراء معدنية صغيرة. مثال آخر. There is هنالك a big yellow leather sofa. هنالك أريكة صفراء جلدية كبيرة. نرى هنا الترتيب: الحجم، من بعده اللون والمادة، وثم اسم الشيء الذي نتحدث عنه. يجب أن نرى هذه الصورة جيدا ونتحدث عن كل شيء بها لكي نتعلم ترتيب الصفات. فغالبا ما تأتي بأسئلة الامتحان هذه الكلمات ما بين قوسين، ويطلب الأستاذ أن ترتبوها بالطريقة الصحيحة. المثال الأخير:
There is a هنالك a big brown wooden table هنالك منضدة خشبية بلون قهوائي كبيرة. تدربوا على هذه الجمل جيدا. والآن read the two conversations اقرأوا المحادثتين number the sentences in order واكتبوا الجمل بالترتيب. Mom and I are going to look at home cooking. أنا وأمكم سوف نذهب لكي نرى أغراض المطبخ. We will meet you سنقابلك in the cafe في المقهى عند 12:30. Is that okay؟ هل هذا حسنا؟ الإجابة يجيب وسام هنا 12:30. That's okay. حسنا هذا جيد. But where is home cooking؟ لكن أين هو قسم أغراض المطبخ؟ تجيبه هنا الأم It's on second floor إنه في الطابق الثاني next to the cafe بجانب المقهى. ثم تقول الأم It's 11:00 إنها الساعة 11 now الآن. دانيا and وسام You can go to look at children's fashion. وسام ودانيا تستطيعون الذهاب لرؤية ملابس الأطفال. Do you know where to go؟ هل تعرفون أين ستذهبون؟ فتجيبها دانيا هنا رقم 5 5 Yes mom نعم أمي Children's fashion is on the first floor. أزياء الأطفال أو ملابس الأطفال في الطابق الأول. النقطة السادسة 6 يجيب الطفل الأصغر What about me؟ ماذا عني؟ I don't want to look at home cooking. لا أريد أن أرى أغراض الطبخ. فتكون الإجابة يجيبه الأب I know I'm going to take you to the play area. أعلم ذلك أنا سأخذك إلى ساحة اللعب أو مكان اللعب. On the ground floor في الطابق الأرضي There are lots of games and children to play with. هنالك الكثير من الألعاب والأطفال لتلعب معهم. هنا إذن النقطة السابعة 7 8 ثامنا On the ground floor في الطابق الأرضي. Okay حسنا But can I go to the cafe؟ لكن هل أستطيع الذهاب إلى المقهى؟ I want an ice cream or a cake. أريد مثلجات أو كيك. فتجيب الأم هنا رقم 9 Of course you can. بالتأكيد تستطيع. عمار dad or I عمار أبيك أو أنا will come to get you. سنأتي لأخذك. We will all have ice cream. وسنتناول المثلجات جميعا. هذا هو الترتيب لهذه المحادثة. والآن answer the questions أجب الأسئلة. Where are وسام and دانيا؟ أين يذهبون وسام ودانيا؟ To the children's fashion shop إلى محل أو إلى دكان ملابس الأطفال. Number two ثانيا Is Ammar going to home cooking with his mom and dad؟ هل سيذهب عمار مع أمه وأبيه إلى أغراض الطبخ؟ الإجابة No he isn't كلا لن يفعل. He is going to the play area إنه ذاهب إلى ساحة اللعب أو منطقة اللعب. Number three Where is the play area؟ أين هي ساحة اللعب؟ It's on the ground floor إنها في الطابق الأرضي. Number four What time are they going to the cafe؟ بأي وقت سيذهبون إلى المقهى؟ At 12:30 عند 12:30. Five What are they going to have at the cafe؟ ماذا سيفعلون في المقهى؟ They are going to have an ice cream. إنهم سيتناولون المثلجات. Unit 2 Lesson 3 الدرس الثالث من الفصل الثاني Look at the ad. انظر إلى الإعلان For a shop in the mall. لدكان أو محل في مركز التسوق. هذا المثال لمحل يعرض معدات وتجهيزات رياضية. لنقرأ معا We are not expensive. أسعارنا ليست غالية الثمن. Our prices are great. أسعارنا عظيمة. We have everything you need. لدينا كل ما تحتاجه. For all sports. لجميع أنواع الرياضات. الجمل التي سنستفاد منها لهذا الإعلان موجودة في نهاية الصفحة. هذه الجمل. لذا سنستخدم هنا. هذه الصورة تدل على محل ملابس لأعمار مختلفة. فهنا نرى نسائية ورجالية وأطفال. لذا سنكتب الإعلان We have a new collection لدينا مجموعة جديدة of a newest fashion لأحدث الأزياء for everyone للجميع. هنا نرى معدات طبخ فنقول
We have everything you need for home cooking. لدينا كل ما تحتاجه لأدوات الطبخ في المنزل. هنا نرى ألعاب فنقول We have a wonderful collection. Wonderful بمعنى رائع. We have a wonderful collection. لدينا مجموعة رائعة of toys من الألعاب for all ages لجميع الأعمار. لماذا؟ لأن هنا نرى for all ages، نرى هذه الجملة لجميع الأعمار. هذه الصورة winter coats، معاطف شتوية. لذا نقول we have clothes for autumn and winter. لدينا ملابس للخريف والشتاء in all colors. نرى هنا ألوان مختلفة، لذا وضعنا in all colors بكل الألوان. هذه الصورة لمحل أحذية، لذا كتبنا we have shoes for all ages. لدينا أحذية لكل الأعمار and for all sizes وبجميع الأحجام. تستطيع أيضا تغيير هذه الجمل تبعا للصورة التي تريد أن توضح الإعلام بها. الصفحة 25 See what are Wissam and Hiba saying? What are Wissam and Hiba saying? ماذا يقول وسام وهبة؟ Match the number from the picture. طابق الرقم مع الصورة. فالتسلسل هو كالتالي: رقم 7 number 7 these are too short، إنها قصيرة جدا. number 6 this is pretty، إنها جميلة. number 5 these are too small، إنها صغيرة جدا. number 1 those are bigger، هؤلاء أكبر. number 8 هذا الهاتف المحمول، this is too expensive. الصورة الثالثة those are longer، هؤلاء أطول. number 2 this is prettier، هذه أجمل. number 1 those are bigger، هنا إن هؤلاء أكبر. والصورة رقم 4 that is cheaper، هذه أرخص. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم، انتظرونا في تكملة الفصل الثاني من نشاط السادس الابتدائي في الدرس القادم. شكرا للمتابعة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا.